احمد عيد اسيست وانقذ له كورتين، حسين السيد اداء مميز، كل ده من جانب النادي المصري. لسه بقى من جانب نادي سموحه المتالقين لسه ما غيروش في النتيجه، يعدي بشكل رائع. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ثبته وسجل، ثبته وسجل. معتز زدام يسجل، ثبت الحارس الهاني سليمان. ده ثبتني انا يا راجل، ده ثبتني انا وهو بيسجل. يا ولد يا ولد يا ولد، الهدف الثاني للنادي المصري. اللي يضيع يستقبل، واللي يسجل باوفسايد يستقبل برضه. معتز زدام يا لعيب يا كبير، لكن بص خدها نفسه محمود حماده. لا 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 لا، لعيب كبير محمود حماده برضه، يعمل اسيست رائع. قال لك انت عمال تقول احمد عيد، عمال تقول حسين السيد، فخر الدين بن يوسف، محمود حماده يظهر في لقطه باسيست رائع، ومعتز زدام يقول لي نسيتني يا كابتن، نسيت تحط اسمي في افضل لاعب في المباراه، ويسجل هدف على الرايق، يسجل هدف على الرايق معتز زدام.